أيام قليلة تفصلنا عن موعد تغيير التوقيت الذي تعمل به المملكة المغربية، فانطلاقا من 25 من الشهر الجاري سيضيف المغرب 60 دقيقة لتوقيته حسب بلاغ وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. الحكومة اليوم لم تقرر مراجعة هذا الأمر، هي تشتغل في إطار تنفيذ مرسوم وإطار قانوني معتمد نعمل على احترام مقتضياته، هذا هو العمل، ولهذا ليس هنالك الآن ما هو يعني معتمد رسميا في جدول أعمال الحكومة العمل على مراجعته. الإجراء هذا دأب المغرب على العمل به بشكل سنوي تماشيا مع توقيت دول الاتحاد الأوروبي وتعزيز المعاملات الاقتصادية معها، بالإضافة إلى توفير استهلاك الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني، بخلاف الاتحاد الأوروبي الذي صرح بإلغاء اعتماد هذا التوقيت. يظل المغرب قائما على العمل به طبقا لمرسوم وطني. إيوا بالنسبة للساعة الجديدة بالنسبة للناس المتقاعدين والناس اللي زعما ما عندهمش رصيبات بالوقت في داك الشيء، راه ما عندهم في حتى شي مشكل، واش تشاني لأن تيكون كما قلت لك تيكون تيتبعوا هما أو هي أوقات الأذان. سيليا أن بوان بوزيتيف بور ليكونومي ماروكان، بوكوا با. إذا كان الأمر إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المغربي لما لا، ولكن كل هذه الضجة لا تصلح لشيء، علينا النظر إلى الجوانب الإيجابية في الأمور، فشيء عادي أي مسألة فيها الإيجابي والسلبي. بين مؤيد ومعارض من المواطنين لقرار إضافة ساعة للتوقيت قانوني للمغرب، يبقى البعض يعمل به كالموظفين والمتمدرسين في حين لا يكترث له الأشخاص المتقاعدين مثلاً.